اكتر من 6 في الفيديو اللي فات انهينا الصدام اللي حصل. السلوكيين شايفين مصر جزء من ممتلكاتهم، الرومان ابتدوا يلاقوا شايفين ان مصر هي الدوله اللي ممكن تكون بالنسبه لهم المأمل او الطموح اللي يقدروا يبقوا اسياد العالم من خلالها، سلة غزاء. من هنا كان التحرك السريع من الطرفين. السلوكيين هجموا، احتلوا مصر، قبضوا على بطلميوس السادس. السيناريو كان بطلميوس السادس فيلوماتو في السجن، مراته كليوباترا الثانيه موجوده، اخوه بطلميوس في قبرص بره مصر. في الوقت ده كان بطلميوس 6 عنده بنوته هي كليوباترا اللي هتاخد رقم 3، وولد هو بطلميوس اللي هنسميه رقم 7. ليه سميناه 7؟ لان في دير المدينه النقش المشهور جدا بتاعه اللي بيمثل عمليه تتويجه، بتوج طفل عنده كام شهر، انا بتوج رمز. لكن في مصريين او بعض الكهنه رفضوا ان بطلميوس ده اللي هو هيبقى 7، فبعتوا لاخو يبقى ملك، فبعتوا لاخو بطلميوس 6 ارجع مصر. لما رجع اخو بطلميوس 6 عمل تصرف الحقيقه كان مش لطيف ابدا، اغتصب بنت اخوه وقتل ابن اخوه، الامر اللي المصريين ما قبلهوش، وقامت مشكله كبيره. ده من الناحيه الاولى. من الناحيه الثانيه روما ارسلت لبيدوس، لبيدوس جه وقابل ملك السلوقيين وساله انت في مصر لماذا؟ وابتدى يكرر السؤال بالحاح، حتى انتهى الامر بان رسم له الدايره اسفل مقعده وقال له اخرج من مصر قبل ان تخرج من هذه الدايره. كان تحدي صريح من روما، وابتدى السلوقيون يستشعرون بان الرومان وضعوا مصر في اعينهم لتكون مستعمره له. بطلميوس السادس خرج وعاد الى الحقب وبدا يعد عدته للحرب، الا انه لم يستمر طويلا لانه مات. وهنا لم يكن على عرش مصر الا بطلميوس اخوه اللي هو هيبقى بطلميوس 8، اللي لما قتل ابن اخوه اغتصب بنته، هرب ببنت اخوه، بقت كليوباترا 3 وعاش بيها بره، ولما رجعت بقت مرات. عشان كده تلاقوا المنظر الحلو قوي اللي في كومومبو، واقف بطلميوس 8 وواقف ورا مين؟ كليوباترا 2، ومكتوب بالهيروغليفي سنه اف اخته، وكليوباترا 3 حمت اف. يعني تخيلوا الست اللي قدامها دي امها وحماتها، امها واسف امها وعمتها، لانها امها اللي انجبتها، واخت جوزها يعني عمتها، تعتبر عمه الزوج، او يعني اللي بنقول الاخت الزوج هي العمه او بالنسبه لي الزوجه. بطلميوس 8 عمل العفو العام الكبير، الاستقلال والانهيار في كل شيء، مصر ابتدت تقع، مباني ومعابد عمال يقدم، لان مصر كانت يعني كانت بدات خلاص تقع، لدرجه ان بطلميوس ابيون كتب وصيه، وده كان ابنه، كتب وصيه وكان حاكم برقف وكان حاكم الجزء الغربي من حدود مصر في ليبيا، كتب وصيه قال فيها ايه؟ عند موتي تؤول المنطقه الغربيه من ممتلكات البطالمه الى الرومان. وثيقه بقى مزيفه مش مزيفه، انا كده الرومان قبل ما يجولي كسرت جناح الشرقي، ولما يجولي كسرت جناح الغربي، فبقى المنظر اللي قدامي بالمنظر اللي انا بوريه لحضراتكم، مصر اصبحت طائر مكسور الجناحين. بطلميوس الثامن ترك لكليوباترا الثالثه الحكم مع اولادها، بطلميوس 9، كليوباترا 4، بطلميوس 10، كليوباترا سيليني، وبدا الصراع ما بين الاخوه، بطلميوس 9 ينقلب عليه بطلميوس 10، يهرب يرجع. وهقول لكم حاجه جميله، في معبد ادفو هنلاحظ حاجات كتيره، والمعابد كلها حكايه الخرطوش الفاضي والرمزيه بتاعته، الخرطوش الفاضي اللي يقول انه قد يكون هو فترات الاضطراب، والبعض التاني بيفسره بمنظر الاله شو او ارتباط الخرطوش الخالي بشو زي البحث اللي قدمه الدكتور ممدوح الضماطي. لكن من ناحيه تانية هنلاحظ ملاحظ ان مره واحده هنلاقي فيه خرطوش مكتوب جوه بطلميوس، والخرطوش اللي فيه ان السو بيتي اللي هو جنبه فاضي. في الحاله دي بيبقى ايه؟ بيبقى حاله الصراع ما بين بطلميوس 9 و10 والانقلابات اللي حصلت ما بينه، وادت ان كل واحد كان يجي فالكهنه اتلخبطوا، احط مين؟ اخوه اغتصب الحكم، اخوه انتقل، ده رجع، ده كان، فسابوا لقب النسو بيتي دون اضافه. بطلميوس 10 سرق التابوت بتاع الاسكندر، احد المصادر اللي بنعمل عليها سبوت لو عايزين نتكلم على الاسكندر الاكبر. عمل التابوت الذهب بيقولوا حول تابوت ازاز، بدات الدنيا تبقى بعيده قوي عن ايده. بطلميوس ال 11 جه، المهم لفت الايام لغايه اما جالي بطلميوس ال 12 عشان ما اطولش على حضراتكم. بطلميوس ال 12 الزمار، شخصيه ضعيفه، شخصيه انهزاميه بطبعها، ما تحملش الامور، قامت ضده ثوره سنه 58 قبل الميلاد، هرب على
روما. لما هرب على روما ساب بنت وولد، البنت كليوباترا السبعة والولد بطليموس ال13. قعد هناك 7 سنين، اعتمد على المرابين والمرتشين ان هم ياخدوا منه بالفوائد او يعطوه بالفوائد او ياخدوا منه رشاوي في مقابل ان يرجعوه لمصر. لكن ما حصلش ده غير سنة 51 لما يوليوس قيصر قنصل البرو كونسول لروما اصدر قراره بعوده هذا الرجل الى مصر بمساعده 2 من القاده، ماركوس انطونيوس وبومبي بقوات بومبي. عاد الملك بطليموس 12، وجدوا قابل على بوابه مصر الشرقيه التي ربما فتحت بمساعده اليهود بنته اللي كانت مدموزيل جميله في سن ال 17 سنه، هي مولوده سنه 69. لما رجع هو رجع حوالي 51، يعني كان البنت عندها حوالي 18 سنه في واخوها ماركوس انطونيوس شاف البنت انبهر بجمالها، لكن الامر والظرف لم يكن يسمح ان انا اقف عكسها في اللحظه دي. فرجع ماركوس انطونيوس، لكن ظلت الاتراكتيف وومن، المراه الجذابه، المراه الجميله، المراه التي تملك كل ملامح الانوثه، كليوباترا هي اللي في مخيلته. عاد بطليموس ال 12 الى الحكم، ديونوسوس الزمار اللي كان يعزف والناس تهزأ منه، لما رجع الى الحكم انجبت له زوجته ولد هو بطليموس هيبقى ال14. ثم مات سنة 48 واندلع الصراع ما بين الإخوة كليوباترا وبطليموس ال13. الصراع اللي خرجت فيه كليوباترا تعد جيش عشان تحارب أخوها في الوقت ده اللي بومبي هرب لمصر. ولو فاكرين لما اتكلمت مع حضراتكم عن عمود دقلديانوس اتكلمنا على حدوتة عمود دقلديانوس وانه بيسموه عمود بومبي. لما هرب بومبي واتقتل وجي ورا يوليوس قيصر بجيشه، المهم يوليوس قيصر ابتدى بعد ما مات بومبي يمشي في اسكندريه وسمع المشكله اللي ما بين بطليموس 13 واخته كليوباترا السبعه، فما كان منه الا ان طلب مقابلتهم. كليوباترا كان دخولها القصر محفوف بالمخاطر، فدخلت بالخدعه الجميله السجاده اللي على كتف احد الخدم. دخلت كليوباترا الى القصر، فتحت السجاده وخرجت منها كليوباترا كانها فينوس ربه الحب والجمال تخرج. انبهر يوليوس قيصر، اختفت خلفه مساعدة روما ضد أخيها. قامت الحرب اللي بيسموها حرب 47 أو الحرب المدنية في الإسكندرية، حرب كانت عنيفة جدا لدرجة أن بنعرف من المصادر أن يوليوس قيصر اتعرض للمقتلة 3 مرات، وأن المصري وأن هو اتخذ مسرح الإسكندرية. خليكم فاكرين دي لما نتكلم على كوميديك، مسرح الإسكندرية هو خده كمكان يضع فيه يوليوس قيصر الأسلحة والعتاد بتاعه. انتهت الحرب دي بموت بطليموس ال13 واعلان كليوباترا واخوها بطليموس ال14 ملوك على مصر. خرجت كليوباترا الرحله النيليه الشهيره ال4 شهور مع يوليوس قيصر، عادت من الرحله حامل منه، رفض المصريون الامر، انتهى الامر بان انجبت كليوباترا ولدا من يوليوس قيصر. البعض بيربط بينه وبين قصه لا نملك مصدر موثق كامل على صحتها، هل حدثت نعم حدثت بعدها، ان كليوباترا لما جت تولد يوليوس قيصر أرسل إليها أحد الأطباء ليطالبه بأن يفعل معها ما فعل هو مع أحد السيدات الكفيفات. فجاء الطبيب ومع آلام الولادة لكليوباترا فتح فتحة في جانب البطن وأخرج الطفل، فقال المصريون ستلد قيصر جديد، إنها الطريقة القيصرية للولادة. ويبدو أن دي كانت بداية ما نعرفه الآن باسم السيزاريان أوبريشن أو العملية القيصرية. لما خلفت ولد، الولد أصبح للحكم. أخوها بطليموس 14 اختفى وابتدت تصدر الولد ده للعالم انه هيكون ابنها، حتى انها سميته بطليموس والبعض بيقول 15، لكن الاسم اللي شعله كان قيصر. كليوباترا انجبت الولد، يوليوس قيصر كانش يقدر يتجوزها لانها اجنبيه والقانون الروماني يمنع الزواج من اجنبيه وتعدد الزوجات. بعد سنتين ثلاثه خدت الولد وراحت، بعد ما ايه؟ ما وقفت على دندره وصورت نفسها هي وابنها وهي بتقدم له التيجان، وده اللي خده الله يرحمه استاذنا الدكتور عبد المنعم ابو بكر وعمل كتابه الشهير عن التيجان المصريه القديمه لما قدمت قيصرون للالهه. كليوباترا راحت يوليوس قيصر، لم يكتب لها ان تقابله كده لان يوليوس قيصر اتقتل في السيناتو وقامت حرب. رجعت بيها كليوباترا على مصر مهزومه وبدات تدير البلاد بصفتها الحاكم وابنها، حتى انتهى الصراع في روما وانتصر انصار يوليوس قيصر بعد موته، وكانوا 2، ماركوس انطونيوس واوكتافيوس. ماركوس انطونيوس اختار ان ينزل الى الشرق ووصل الى طرسوس، وهناك قابل كليوباترا مره ثانيه، انبهر بهذه الفتاه الجميله التي ملأ حبها قلبه فلم يتمالك نفسه ووقع في فخ الحب وفخ الزواج، لان كليوباترا كانت تعلمت جيدا من درس يوليوس قيصر. تزوجت، احبها ماركوس انطونيوس، اقامت له القيصر السيزاريوم او المعبد القيصرون معبد
طيب المعبد الكبير اللي اقامته معبد السيزاريوم او معبد القيصرون اللي اقامته له في اسكندريه، اللي بالمناسبه جزء منه في ميدان المسله اللي نعرفه في اسكندريه باسم محطه الرمل، المكان ده اسمه ميدان المسله لانه كان فيه الابرتين بتوع كيلوباترا. روما ولعت، اوكتافيوس ما عجبوش الكلام خاصه ان ماركوس انطونيوس كان متجوز اوكتافيا اخت اوكتافيوس، الدنيا اتحرقت ما استحملش الامر، بدا الصراع ما بين الطرفين. امتد الصراع لفين؟ ليس الى مصر، لكن وصل لاكتيوم على اليونان، على شمال غرب اليونان، وهناك اتضرب الجيش المصري وهزم، وعادت كليوباترا وماركوس انطونيوس يجر اذيال الخيبه، خاصه وان اوكتافيوس كان يرسل رساله واضحه الى ماركوس انطونيوس: عد الى رشدك واترك العاهره سكيره الشرق التي اقسم امام السيناتو بان اتي بها في شوارع روما عاريه ليراها الجميع وينتقم منها الشعب الروماني. ماركوس انطونيوس حين غلبه الحب وفشل كقائد اتخذ قراره كجندي روماني محترم، فوضع نصل السيف في جسده واخترق السيف جسده ومات ماركوس انطونيوس، ووجدت كليوباترا نفسها وحيده امام اوكتافيوس، ولم يستمر الامر طويلا. هل تجرأت كليوباترا السم من حياه الكبرى؟ هل ماتت كليوباترا منتحره؟ ايا كان الامر فلا نعلم حتى الان اين جثه كليوباترا او اين قبرها، وهذا كان قمه الوطنيه المصريه والقوميه المصريه، لانني قد اختلف من الحاكم ومع الحاكم لكني لا اختلف مع مصر. فيبدو ان اخفاء قبره وابعاده تماما كان حفاظا على كرامه مصر وحاكم مصر ايا كان هذا الحاكم. 30 قبل الميلاد انتهت اسره البطالمه بعد معركه اكتيوم، حرب بين دولتين خارج حدود الدولتين غيرت تاريخ الدولتين. مصر وروما في اليونان اصبحت روما سيده العالم ومصر اصبحت ولايه، واصدر اوكتافيوس عمله كتب رسم عليها صورته وعلى الوجه الاخر التمساح للنيل اي جبت كبتع، سقطت مصر وفتحت مصر وكانت بدايه لمرحله جديده هي العصر الروماني في مصر. الى فيديو اخر نواصل فيه الحديث عن مصر الرومانيه. شكرا جزيلا.